وكان من دعائه عليه السلام إذا ابتدأ بالدعاء بدأ بالتحميد لله عز وجل والثناء عليه، فقال: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيتي أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين، ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيته اختراعا، ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم في سبيل محبته، لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إلي، ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم عن، وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من رزقه، لا ينقص من زاده ناقص ولا يزيد من نقص منهم زائد، ثم ضرب له في الحياة أجلا موقوتا ونصب له أمدا محدودا، يتخطى إليه بأيام عمره ويرهقه بأعوام دهره، حتى إذا بلغ أقصى أثره واستوعب حساب عمره قبضه إلى ما ندبه إلي من موفور ثوابه أو محذور عقابه، ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، عدلا منه تقدست أسماؤه وتظاهرت آلاؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة، لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية،
فكانوا كما وصف في محكم كتابه، بل هم أضل سبيلا. والحمد لله على ما عرفنا من نفسه، وألهمنا من شكره، وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته، ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده، وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره، حمدا نعمر به في من حمده من خلقه، ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفوه، حمدا يضيء لنا بظلمات البرزخ، ويسهل علينا به سبيل المبعث، ويشرف به منازلنا عند مواقف الأشهار، يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون.